وصفتنا اليوم تجمع بين ثلاث نكهات مميزة وشهية في كيكة واحدة: الفول السوداني، الشوكولاتة، والقهوة. وإليكم المقادير. أولاً نطحن الفول السوداني ثم نحمصه حتى يشقر ونتركه ليبرد. بعد ذلك نخلط السكر مع الزبدة بالخفاق الكهربائي، ثم نضيف البيض الواحدة تلو الأخرى ونستمر بالخلط حتى يمتزج الخليط، ونضيف كريمة الخفق والشوكولاتة الغامقة والنسكافيه ونستمر بالخلط. وفي إناء آخر نخلط البيكنج بودر، النشا، الملح والفول السوداني. ونضيفه على خليط البيض ونخلطهم بالخفاق الكهربائي حتى يمتزجوا. ونقوم بدهن القالب بالزبدة ثم نرشه بالطحين، وبعدها نسكب خليط الكيك وندخله الفرن الكهربائي على درجة 150 لمدة 40 دقيقة. وأخيرا نسكب التغطية على الكيكة. وبالعافية.